اوه مع التربو كمان الفايبريشن بيشتغل يا جدعان، احساس ولا ايه ده؟ خد يار. اوبا حلو قوي. تم ريح باركور الاهرام. ايه باركور الاهرام دي؟ ماشي. التحكم يعني مش نفس التحكم القديم، في اختلاف، في اختلاف كبير كمان مش صغير. سلام. هلا جبت الاختصار البادي جارد يجي. اوه هو. ايوه كده. لا عارف اخد صناديق ولا عارف اعمل تربو ولا عارف اعمل اي حاجه. بص التربو بيبقى هفضل اخبط وبتاع وحاجه نيله يعني. ايه ماشي ماشي، بدات اسرع اهو. ايه السرعه دي؟ حلو. محركك استعدادا لمنتج جديد من اكتيفيجن. ضع حزام الامان استعدادا لابداع جديد من بي نوكس. واخيرا كراش تيم ريسنج نايترو فيول. عاملين ايه يا جماعه؟ ايه الاخبار؟ يلا بينا. لا نلبس السماعه بقى. دور المغامره لعب محلي اونلاين المتجر، الارقام القياسيه، تحدي تحديات الوامبا، وفي كلام تحت مكتوب بالمتشقلب. طيب نغيب لعب محلي الاول. السباق الحاسم، بطولة، معارك، التحدي الزمني. ماشي خلينا السباق الحاسم. خليك كراش. طيب كهف الأسرار، مجاري. هم مرتبين الطرق بطريقة مختلفة. منطقة وادي الأحجار الكريمة، منطقة الآثار المفقودة، خليك كراش، طريق مجاري. طيب أنا عايز أختار اللاعبين فين. ده ممكن أربع لعيبة مع بعض. ماشي خلي مستوى الصعوبة صعب، احنا هنخاف ولا ايه؟ الشخصيات ماشي. الشخصيات بيقول لي هنا التوازن، بدوس مثلث. السرعة والتسارع والانعطاف هنا نفس الكلام. هنا السرعة على الآخر. تايني تايجر طبعا سريع. ماشي البنت التسارع عندها عالي. انجين برضو نفس البنت بالظبط، مساح سريع. الانعطاف عنده كويس. هو ده وده. ومين ده؟ اسمه كراش بانديكوت. ماشي ومين جيري ده كمان؟ دول ممكن يكونوا من نايترو كارت. هو اصلا اللعيبه انا شايفهم كام؟ 15 20 25 30 35 40. لا ده مكتوب فوق 53 لاعب. يا نهار ابيض. طيب اجرب كده ايه. العب بمين في طريق مجاري؟ تمساح؟ لا استنوا، ايه ده؟ السيارات؟ انا ممكن اتحكم في السيارات يعني الهياكل. زاكو. اوه ده شبه ال اسمه ايه الاكسيد، اسمه ايه؟ الفضائي. لا خلينا في العادي الاول بس كده. الزخرفات، العجلات. ماشي خليها ازرق. لا خليها اسود. طلاق عليا الطلاق. ماشي ملصقات. ايه الملصقات دي؟ 226 ملصق. ارقام ده ممكن احط علم. طب في مصر هنا؟ مفيش مصر. طيب ما علينا، اختار رقم مثلا رقم واحد. ماشي يلا بينا استعداد نشوف كده اللعبه هيبقى عامل ازاي. يمكنك الوصول لسرعه اكبر عبر ربط ثلاث تسريعات توربينيه او اقل اثناء التفحيط. استفد من مؤشر التوربو في اختيار الوقت التوقيت المناسب. طريق المجاري، منطقه شاطئ انسانيتي، السباق الحاسم. لا يا جدعان مهتمين بالجرافيك، حلو جدا. وفي واحد مين السحر اللي ماسك مسدسات هناك؟ وايه اللي بيطلع ده؟ ماشي يلا.
ومع التيربو كمان الفايبريشن بيشتغل يا جدعان احساس ولا ايه ده. خد يار خد يار خد يار. بص بقى الاختصار بقى ولا ايه ده ما جاش. بقت التامن في لحظه يا لهوي. الاتجاه فيها حاجه غلط. طريقه اللعبه مختلفه يا جدعان خالص. ايه ده مدهش فعلا وكلها صواريخ كده مفيش بادي جاردات. هيا يا عزيزي هيا يا اخويا. طب اجرب الاختصار تاني ولا اطول ولا ايه؟ ايه؟ لا كده اطول بقى. طبعا ايه واحد لبسني صندوق وجت البتاع عدت عليا فرقعني. يا لهوي يا لهوي استغله وتبت يعني ماشي. يلا ليه انا حاجه احصل واحده دلوقتي. يلا بينا ده انا معايا بادي جارد اسرع مني. خد يلا مش عارف اجيبه ما جبتوش. خد يا ايه يا جدعان. يا رب يجي الاختصار بقى بالبادي جارد. ما بيجيش حتى بالبادي جارد يا جدعان. ايه ده ولا ايه؟ تعال انت كل شويه استطلت كده. يا لهوي مستحيل فعلا. انا ادخل السابع ولا ايه؟ ايه ده التحكم يا جدعان مختلف تماما تماما تماما. يعني هي نفس اللعبه بس خلوا مثلا 50% من التحكم مختلف. ولا 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 مركز سادس. عايز اقول لكم ان انا اصلا امبارح كنت عايز اصور لعبه كراش دي وانزلها على طول بس حصل معايا كام حاجه عطلتني كده. اولا عقبال ما اشتركت في بلاي ستيشن بلس وجبت بقى الحاجات عشان اخش في الستور ده اشترك برضه في الستور اشتري اللعبه فكان لازم من موقع والموقع ده عشان اشتري بيه لازم بفوري فعملت التطبيق فوري فاشترى اول مره بعد كده حصل فيه مشكله فاستنيت ساعه ولا ساعه وشويه عقبال ما اشتغل تاني. بعد كده وانا بحمل اللعبه النت الباقه خلصت قبل ميعادها بتاع 8 ايام فجددت الباقه. المهم يعني حوارات كتير كده وفي الاخر سبت اللعبه اتحمل ونمت. فانا صاحي دلوقتي الساعه دلوقتي 7:30 قلت اجرب بقى كراش فعشان كده هتلاقوني يعني ايه في حبه خلايا نايمه. يعني هو فتح البتاع السباق الحاسم هرم بابوه منطقة الآثار المفقودة. ايه يا جدعان ده واحد بيجري هناك واحد ماسكه وبتاع والزمارة وقعت منه. لا الجرافيك رهيب 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 يعني رهيب دي قليلة عليه. يعني أنا اتفرجت أصلا على اللعبة وناس كتير بتلعبها وبرضه لا يعني واو يعني لا بص رميت الإزازة لقدام بدل لورا عشان الصاروخ. ماشي بس لسه برضه التحكم فيه حاجة غلط. السرعة مش قوية اللي أنا أعدي من ماشي أعدي كده يعني جت على تفاحة. أيوه الحقير ده بيشتم. هو ده أنا اللي بشتم يعني ولا إيه؟ طبعا الاختصار ده ما بيجيش خلاص لغوه ولا إيه؟ ماشي حلو السهم اللي تحت زي ما هو الحمد لله. وايه التفاحه اللي بتجري دي؟ هي السرعه عماله تزيد ايه شويه بشويه. حلو ماشي اوبا حلو قوي. تم ريحه باركور الاهرام. ايه باركور الاهرام دي؟ ماشي التحكم يعني مش نفس التحكم القديم فيه اختلاف فيه اختلاف كبير كمان مش صغير. بص بص اللجح ودي ايه يا عم ده؟ يعني احس ان مستواي قلل للنص مثلا.
طبعا الناس اللي كانت بتقول لي اتحدى واعمل ناس تانية، انا اسف يعني، انا اسف مش عارف اتحداهم دلوقتي، لازم اتمرن كتير. هوبا، حتى مش عارف ولا حلو. بص. طب لعبة صعبة، بس مركز اول برضه، ده طريق الوردة يعني، ما دخلتش في الطريق ده الاول، ادخل في انه طريق زر ولا ايه؟ اوف، فتحت زيا جديدا. ماشي، ما علينا، هنا للتفحيط اللي هو R1 وL1. ماشي، ما انا بعرف افحت يا اخوي، بعرف اعمل التربو. المشكلة مش في التربو، المشكلة وانا ماشي عادي جاي احود يمين وشمال بلاقي في حاجة مختلفة، والجنبات مختلفة، وكل حاجة بقى ايه يعني اللي انت متعود عليها مختلفة. بس ده حلو يعني، يدينا بقى ايه يعني طريقة لعب جديدة كده. حاسس ان انا ايه، واحد قام جاي فقد الذاكرة، او فقد نص الذاكرة، فبقى ايه يعني فقد نص الذاكرة حرفيا. ليه بقى؟ لان كمان نص الطرق انا ما لعبتش فيها، واكتر من نصها، فاللي هو المستوى قل للنص والطرق عارف نصها بس. فحلو كده، كأني رجعت عيل صغير تاني. اخيرا يلا بينا السباق الحاسي ده، في دب متلج وفي مدينه كامله مع بربولر. ماشي، منطقه حديقه الثلوج، في واحد ايه ده، دب ده. يلا بينا، يلا هوبا. الجرافيك حلو، لا الجرافيك جامد، انا مش عارف العب. يعني انا جبت جرافيك وضيعت اللعب، بقيت الثامن، الثامن بقى الثامن بكل سهوله من غير ما حد يضربني حتى. خدوا يلا كلكم، يا ترى الاختصارات هتيجي ولا يضحكوا علي؟ وسع يا ابني. ماشي، الاختصار هنا ايه ده؟ يا جدعان في، انا بقيت مبتدئ خالص كده، وانا فعلا مبتدئ يعني، انا اول مره العب في الطريق ده، واول مره العب تاني تايجر. مش هنا الحته، هنا مش عارف امشي فيها كويس، عايز اخد صندوق. ايوه، حمايه ايه وانا الثامن يعني. يا عم اتنيل، لا يمكن كلام سيطايني ايه، ما هو الاخير مش عارف اخد صندوق يا جدعان. مش عارف اخد صندوق والله، استنوا كده. امشي، ولا انا جاي. هو مفيش بادي جاردات ولا ايه؟ ماشي، السابع. ايوه كده يا جدعان، وسع يوت، وسع يوت، حد يشوف في سكتي، وسع، انا جاي، خد يوت، خد القنبلة يعني، مش عارف اخد البتاع كله. بس علي لسه خد اللفه، ايه ده؟ عملت سرعه وهو اسرع مني برضو، ولا لا التحكم. التحكم خد ايه ده، ما مشاش من هنا يا ابن اللذينة. ماشي، مركز تاني حلو برضو، بس انا هدخل مركز اول ان شاء الله. سلام، هلا جبت الاختصار بادي جارد يجي. اوه ايوه كده، بس بادي جارد انا كده مش هعرف العب يا جدعان. ماشي، يبقى انا لازم بقى يبقى سرعتي عاليه طول الوقت عشان اعرف اجيب اختصارات. نيها ها. طيب نشوف بقى طريق. تايني كلب الدوبرمان، هو مش نمر بقى دوبرمان. حلو ده، نخليه بقى ايه متوسط تأكيد.
اخر طريق ده النهارده ان شاء الله، وبعد كده يبقى فيه بقى ايه لعب اونلاين. مش عارف العب اونلاين ازاي، انا العب اونلاين عارف العب خالص. المهم يبقى طور المغامره، هتمرن شويه لغايه ما طور المغامره يبقى مستوى لازم ان شاء الله هختمها، وهي صعبه مش هجيب مستوى اقل مش صعب. وبعد كده يبقى فيه بقى ان شاء الله اونلاين كل يوم جيم اونلاين كده، مش جيم يعني، يبقى فيه فيديو اونلاين، هيبقى فيه مثلا 5 6 طرق 7 كده. ايه كمان، وهنزل الفيديو ده مرتين، مره وانا العواصف الرعديه، مرتين فيديو لوحده من غير ما انا اكون موجود اصلا، وفيديو وانا بلعب يعني وانا معاك وبلعب ومصور نفسي، ومره وانا مش مصور نفسي الفيديو بس، عشان لو حد ما بيفهمش عربي وعايز يتفرج برضو ايه يعرف يتابع معايا. يلا بينا. طبعا انا ايه مش هحافظ الطريق وما انطلقتش اصلا، ماشي بس انا جايبها وسط يعني. اوه اللعب ده حلو، مش عارف اخد صندوق. مش عارف اخد صندوق برضو. بص عليه، ايه ايه ده، كان سريع قوي فجأة بقى بطيء ليه كده؟ ايه الحاجات دي؟ انا مش فاكر انا لعبت الطريق ده في نايترو كارت ولا لا. انا جربتها مره واحده ما عجبتنيش فقلبت على طول. طبعا هنا تحس ان التحكم ما بين اللعبتين، صح كده صح كده، بس انا الاول وفارق. انا كنت لعبتها صعبه ولا ايه؟ الطريق سهل، الطريق ما فيهوش اي حاجه ولا ايه. اوبا تنحوا جانبا، تنحوا جانبا. ايه يا ابني انا الاول مش عارف اخد السنة. لسه اللعبه برضو الزوايا اللي انا متعود عليها او طريقه اللعب لسه مختلفه يعني. مثلا انا بحوت شمال مثلا، متعود ان هو لما ادوس دوسه مثلا يحود 20 درجه، هنا بيحود مثلا 30 40 درجه كده. لما اعمل سهم لتحت بمقدار معين بيختلف، مش عارف فاهمني ولا لا. بس الموضوع بص موضوع صعب يعني، هو موضوع مختلف لسه بتدرب عليه. بس انا مبسوط، اهم حاجه ان انا مبسوط، مش مشكله بقى ولا طب ده عطلان ليه؟ ماشي انا فارق عن اللعيبه كمان، كنت جبتها صعبه بقى صح؟ ولا ايه؟ مش عارف اعمل تربو حتى. لا عارف اخد صناديق، ولا عارف اعمل تربو، ولا عارف اعمل اي حاجه. بص التربو بيبقى هفضل اخبط وبتاع وحاجه نيله يعني. ماشي بدأت أسرع أهو. إيه السرعة دي؟ حلو. مفيش خالص، رجعت عيل مش عارف، رجعت ما بعرفش ألعب خالص. ولا في زجاجة هنا. انا لو لعبت اونلاين هخسر بكل سهولة حضرتك. ايه النصر الحقيقي لي انا، فتحت زي جديدا كرانش الذئب. ماشي يا عم، ذئب على نفسه. ماشي طيب، كده يكون انتهى فيديو النهارده، كان تجربه كده سريعه لكراش. طبعا انا هحري نفسي بقى لعب بقى، انا صاحي الساعه 7 الساعه 8 ولا حاجه. تمام، هفضل بقى العب كده اتمرن عليها كتير لغايه ما ابقى يعني ايه بعرف اتحكم فيها كويس، لان انا التحكم عندي ضايع خالص خالص خالص. بس واشوفكم بقى في الفيديو الجاي ان شاء الله بكره باذن الله. يلا سلام.